حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض الباحث السياسي الأستاذ سالم اليامي. أهلا بك سيد سالم. طبعا بداية، مجلس حقوق الإنسان يشهد إدانات شديدة من أكثر من 20 دولة لنظام طهران بسبب ممارساته السلبية في الداخل والمنطقة طبعا على حد سواء. قراءتك لدلالات هذا الإجماع الأممي في محفل دولي مهم مثل مجلس حقوق الإنسان؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك يا أختي الكريمة، أحيي السيدات والسادة المشاهدين. يعني في الحقيقة في الفترة الأخيرة كان هناك تصاعد في الداخل الإيراني حول السلوك الذي ينتهجه النظام، نظام الثورة لا أقول نظام الدولة، الذي لديه أدوات قمع تقليدية تعاظمت خلال العقود الأربعة الماضية، وكانت في المحصلة الأولى تذهب إلى الشعب الإيراني. في الحقيقة يعني هناك إخضاع لهذا الشعب، هناك إسكات لصوت هذا الشعب. اليوم المنظمات الدولية في الحقيقة هي تتحرك، وهذا في تقديري تحرك متأخر، وترصد هذه الظاهرة التي أصبحت حقيقة ملازمة لنظام الثورة الإيرانية. الشيء الآخر، هذا النظام، نظام هذا الثورة، هو يعرقل في الحقيقة أو يضغط في الداخل، إضافة إلى أنه يوتر الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في المنطقة، ليس في داخل إيران فقط إنما في محيطه القريب، ونحن نعرف التأثيرات السلبية لها النظام في المجموعة العربية. الشيء الآخر، تخريب المجتمعات العربية وقلبها إلى أنظمة أو مجتمعات مشابهة تتلقى القمع والقسر في الداخل، يعني على غرار ما يحدث داخل إيران. اليوم المجتمع الدولي في الحقيقة يعني يقدم هذا الصوت، وهو صوت مطلوب، ولكنه للأسف يعني جاء متأخرا. وفي تقديري يعني أن مثل هذا التصعيد في الحقيقة ربما يكشف قليل من ممارسات كثيرة يقوم بها النظام في الداخل. على المجتمع الدولي يتبصر ويتفهم لكثير من القضايا، يعني حتى أصبحت قضية العقوبات التي يعني تفرض اقتصاديا سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو المتحد الأوروبي، يعني أصبحت غير ذات جدوى في الحقيقة لردع مثل هذا النظام، إما على مستوى سلوكه الداخلي أو على سلوكه الإقليمي. إذن تحدثنا عن ما يجري في أروقة المحافل الدولية، ولكن لو نتحدث عن الأرض، هناك دعوات شعبية جديدة لانتفاضة في الداخل الإيراني، طبعا سوف تأتي بالتزامن مع رأس السنة الإيرانية الجديدة. كيف من وجهة نظرك سيد سالم سيستقبل النظام الإيراني هذه الصفعة الشعبية الجديدة طبعا التي وجهها مسبقا بالقمع، التضييق، التنكيل، ما أدى إلى طبعا إدانات دولية سببت له المزيد من يعني الضغوط على المستويين طبعا الداخلي والخارجي كما ذكرت؟ يعني من المؤسف في الحقيقة أن النظام أصبح لديه أدوات قمع ربما يعني توازي أو تفوق قدرة الشعب الإيراني على يعني إظهار صوته أو المطالبة بحقوقه. ولكن نحن نعرف أن مثل هذه الأدوات القمعية وإن استمرت، ونحن نعرف أن النظام واجه في 2009 مثل هذه الموجات، وفي مطلع هذا العام أيضا واجه مثل هذه الاحتجاجات، ويعني نجح إلى حد ما في قمعها، ولكن على المدى الطويل يشك في أن يقمع النظام مثل هذه الأمور، ويعني في لحظة ما ينقلب السحر على أدوات الثورة التي عجزت إلى الآن عن إنتاج دولة. لو كان هناك دولة لكان هناك تفاهم مع المحيط الداخلي في إيران. نعم. إذن من الرياض الباحث السياسي الأستاذ سالم اليامي، شكرا جزيلا لك.